أعرب الخبراء عن أنه ينبغي التركيز على كيفية التزام منطقة آسيا والمحيط الهادئ باتجاه التنمية الصحيحة وتعزيز مكانتها كمحرك للنمو في ظل وجود تحديات كثيرة للاقتصاد العالمي. وكانت إحدى الكلمات الرئيسية في المبادرة التي طرحها رئيس سي في خطابه هي الابتكار. الرئيس سي يولي اهتماما بالغا للابتكار في التنمية الاقتصادية، ومن جهة يأمل في أن يواصل الأبيك دفع تعاون في الابتكار بين الدول، ومن خلال الابتكار ودفع تحقيق التنمية المستدامة وطويلة المدى للاقتصاد العالمي، ويساعد الأطراف المختلفة على الخروج من الأزمات ويدفع عجلة التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقات آسيا والمحيط الهادئ. ومن جهة أخرى شدد الرئيس أيضا على أن الابتكار عامل هام في اقتصاد الصين. قال الخبراء إن 21 دولة عضو في الأبيك اتفقت على توافق بكين في اجتماع الأبيك المنعقد في بكين العام الماضي، وتمت الموافقة على خطط منطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ. ومع مرور عام واحد حققت منطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ تقدما كبيرا، كما شدد رئيس سي في خطابه على أهمية الانفتاح للتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أكد الرئيس سي على أن الصين تأمل في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى ذلك طرح سي اقتراحا جديدا آخر. وعند النظر إلى خطابه يمكننا أن نلاحظ بشكل واضح أنه طرح فكرة الترابط والتواصل، ويعتبر الترابط والتواصل وسيلة مهمة للتبادلات بين الصين والعالم وميزة لامعة لمبادرة الصين. وفي الوقت نفسه رأينا أن الصين تعتقد أن التكامل الاقتصادي والإقليمي زخم. قال الخبراء إن رئيس سي فسر خطط الصين الخمسية الثالثة عشرة والوضع الاقتصادي الصيني في خطابه، وهذا يرمز إلى ثقة الصين بالتنمية الاقتصادية وعزمها للمنفعة المتبادلة والفوز المشترك. العالم يهتم باقتصاد الصين، والبعض يأمل في الاستفادة منه والحصول على الفوائد من تنمية الصين السريعة، بينما يشك البعض الآخر في أن الاقتصاد الصيني يحتمل أن يشهد مشاكل. وردا على ذلك أعطى قادة الصين الجواب الواضح بأن التنمية الاقتصادية الصينية تأخذ اتجاها جيدا. كما لاحظنا فإن الرئيس شي يأمل في المنفعة المتبادلة والفوز المشترك في تنمية الاقتصاد الصيني، وقد شدد في خطابه على الانفتاح والتعاون والفوز المشترك، وذلك يتناول اهتمامات الدول الأخرى أيضا.